صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له. والسؤال: هل إذا قرأت القرآن وقلت الثواب يكون لوالدي فهل يكون صحيحا لأن قراءة القرآن تدخل في الدعاء؟ لم يرد أن القرآن يهدى ثوابه للميت، هذا ما عليه دليل. الذي ورد أنك تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، أو تتصدق عنه، أو تحج أو تعتمر عنه، هذا الذي ورد. أما أن يقرأ القرآن ويهدى ثوابه للميت، هذا لا دليل عليه. نعم.